سيتي بريفيزيبل باش تكون مباراة صعيبة، لأن الناس يعني ما يتبعوش، الناس عندهم كل واحد يمشي بالعاطفة، وحنا ماشي في الكرة كون دير العاطفة يعني ما تقدرش تحكم روحك، لأن فريق واتزم سي لا دوزيام إيكيب كلاسي في الـ في الـ في لا ديفونس سي لو بلون ديفونسيف. كاين الوداد احسن ايكيب هي الوداد، وكاين حنا وهما، هادو واتزم عندهم دفاع كتله دفاعيه قويه. كانت سيوف سيتي ماتش تاع كاو شغل لا بوكس، كنا حنا نطيحو كاو او هما يطيحو كاو. انا بصراحه انا قلت للدراري انا نقطه ما عندي ما ندير بها، يعني عندنا اون مارج دو سيكوريتي باش نخسروا ان بوان، ولا ما عندنا ما نديو ان بوان، ولا ما ندوش ان بوان ما عندنا ما نديرو به، يا نديو 3 بوان يا نخسروا الماتش وصلات على النبي ونحضروا اللي جاي. مي يعني في لو ماتش هما عندهم قلت لكم كتله دفاعيه متمسكه من اللور بيان اورغانيزي، و يل بروسيد بار كونتر مع العروي مع ديارا مع سي دي جوار اللي يمشيو القدام اللي صعاب. غيرنا كملت الماتش اون 4-2-4 كيما في السبعينات البرازيل، كملت بربعه مهاجمين ودو ميليو باك اللي هما كريم ونيلسون وكات ديفونسور. يعني قلت نخسروا خلاص، يا في ان كاو كيلكو با. الحمد لله ربي ما خيبناش، لان درنا لي زيفور كثر، لان يعني كنا حابين نربحوا. كنت نتمنى باش نلحق لي 30 بوان، اليوم لحقت لي 30 بوان، قالوا لي 4 و 5 بوان باش نضمن المانتيان ديالنا. هذا هو لوبجيكتيف ديالي الجاي، وبعد ان شاء الله كي نتحصل على هذا النقط نمشيو نحوسوا على حاجه نقدروا نحكيوا حوايج واحد اخرين. بور لانستون قلنا نلحق 30 بوان، الحمد لله ربي سخر لنا، مازالوا لي 4 بوان ولا 5 بوان ولا باش نلحق ندير المانتيان ديال الفريق ديالي، باش ما تكونش عندي سيربريز خايبه. بعد ما ندير المانتيان نتلاقاو ونعاودوا نحكيوا حاجه واحده اخرى. تكنيكمون فريقنا داير مباريات قويه، عندنا اليوم عندنا 35% بالاهداف ديالنا بين دقيقه 75 ودقيقه 90، 35% دي بوت بين لا 75 الى 90 مينوت. صافي دير بلي كاين عمل راهو يتخدم، خاصه العمل تاع البريباراتور فيزيك مشرق عبد الحكيم اللي داير خدمه كبيره في الفريق، ولو الناس ما تكلمش عليه انا نحب نحييه من هذا المنبر قدامكم. الحمد لله وجدنا فرحانين اليوم، حنا فرحانين معهم الحمد لله، المدينه كامله زاهيه اليوم، هذه هي العزه ديالنا وجزاكم الله خير.